السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من كتاب معجزات الذكر، الحلقة 18. قبل ما نشتغل الحلقة الجديدة بفكر حضراتكم بحاجتين. أولا نشترك طبعا في القناة ونفعل زر الجرس. ثانيا في كتاب كمان على القناة اسمه فاتتني صلاة، أتمنى أن أنتم تسمعوا، برضو كتاب مفيد جدا وهينفعكم بإذن الله. النهاردة الحلقة الجديدة من كتاب معجزات الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تفكرت في معنى إن مع العسر يسرا؟ أشرقت الشمس صباحا وحل مكانها القمر مساء، ثم جاء الصباح مع فجر اليوم التالي ليمحو كل أثر لليل من ظلمة. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، كتب على هذه الدنيا أن فيها الفناء لكل شيء، كل من عليها فان، كل شيء، لا فرحك يدوم ولا حزنك حتى يدوم. أمس كنت فرحا مبتسما واليوم حزين، ثم غدا ستفرح مرة أخرى. أمس كنت في نعمة كذا واليوم لم تعد معك، وغدا ستكون معك نعمة لم تكن معك حتى كربك هذا فان، وتظل تتقلب فيها بين الفرح والهم، وهذه سنة الله فيها، لأنها ليست الجنة دار الخلود والاستمرارية. فلماذا الهم؟ ألم يمر عليك ما لا يعلمه إلا الله من الابتلاءات، ومرت بلطف من الله، ووقتها كنت تقول لن أفلت من هذه المصائب، ثم مر كأنه لم يكن. سيزول الهم وستقضى الحوائج وستكشف الغمة، وبجهادك سيهديك الله لطريقه وإن طال ضلالك. فقط تفاءل، لا حال يبقى، سبحانه وتعالى ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، وكيف لا وهو القائل وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: لأن البلاء لا يتبعه إلا الرخاء، وكذلك الرخاء لا يتبعه إلا البلاء والمصيبة. فنحن نتقلب بين هذا وذاك، كل مر مهما طال سيمر، وإن مع العسر يسرا. وفي سورة الشرح آية بسم الله الرحمن الرحيم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لما عرف العسر بألف ولام كان ذلك ليوضح أنه عسر واحد، وأتى بكلمة يسرا نكرة ليوضح أنه ليس يسرا واحدا بل يسران. يقول ابن عباس: ووالله لن يغلب عسر يسرين، فاصبر واعلم أن الفرج آت لا محالة، وأنه إن طال الوقت زاد الأجر وكانت المكافأة أعظم. قصة: نقابي لم يمنعني عن العمل. رسالة إلى كل من تلتزم الحجاب الشرعي وتجد معاناة في العمل أين أنت من الاستغفار. تقول: الاستغفار شيء خيالي، كنت بفضل الله أستغفر كثيرا جدا بنية أشياء كثيرة، ومن بينها أن يرزقني الله بوظيفة، لأنني كنت أشعر بالملل من جلوسي في البيت، ويصعب علي ضياع سنين الدراسة دون أن أعمل بشهادتي، ولأنني منتقبة كنت أعتقد أن وجود فرصة عمل لي هي من المستحيلات بسبب ما قابلته من تعليقات أخوات أخريات في صدد هذه المشكلة. حتى التدريس منع فيه المنتقبات من ممارسته، إلى أن أنعم الله علي بعمل شغلت به وقت فراغي وأنا سعيدة به جدا ومن المنزل، بحيث لا أقصر في حق زوجي وابني، ومن غير أن أتعرض لمشكلات الخروج من المنزل، والحمد لله أكرمني الله فيه وباركه ورزقني من حيث لا أحتسب، وأنا سعيدة به جدا. استغفروا فإن الاستغفار راحة. قصة:
غيرتني الجامعة ونسيت التزامي. رسالة أمل لكل إنسان يرى نفسه شخصا عاديا ولا يعرف كيف يكون شخصا ملتزما ومجتهدا. بداخل كل منا نفس طيبة ونفس أمارة بالسوء، ونحن غافلون في الدنيا ونحتاج إلى من ينقذنا من هذه الغفلة، ومن ينفض التراب عنا حتى نرجع ما كنا قبل أشخاص بريئين. قصتي عجيبة وربما ترون فيها ما لم أراه أنا. أنا فتاة بسيطة جدا، طيبة جدا كما يقولون. كنت حافظة لكتاب الله تعالى، التحقت بالجامعة وشغلت بالدنيا ونسيت مصحفي تماما. أريد أن أعيش حياتي كما كنت أرى زملائي في الجامعة. غيرت من طريقة ملابسي وصرت ألبس البناطيل والطرح القصيرة رغم حرجي من لبسها، ولكن كان زملائي يشجعونني على ذلك ويمدحونني على ما ألبسه من أطقم. كنت مجتهدة جدا في دراستي في الثانوية العامة وحصلت على مجموع 96%. لما دخلت الجامعة صرت أرسب في بعض المواد، وحدثت لي حالة لا مبالاة عجيبة إلى أن ظهرت شخصية مجهولة في منامي في يوم من الأيام وقالت لي: فلنبدأ حياتنا معا في طاعة الله. من حلاوة هذه الجملة لا أستطيع نسيانها، وتمنيت أن أجد هذه الشخصية. هذه الشخصية هي نقطة تحول في حياتي، ووالله لقد وجدت هذه الشخصية في الحقيقة شابا، رأيته كما رأيته في حلمي، وكفتاة مثلي في هذا العمر تريد أن تحب وتحب مثل بقية أصحابي، ولكنها تخاف من الحرام ولا تريد أن تفرط في مشاعرها إلا لمن ستكون من نصيبه. فكنت دائما أشعر بحزن من داخلي ولا أعرف لماذا. دائما كنت أدعو بهذا الدعاء: اللهم ردني إليك ردا جميلا، وارزقني بمن يأخذ بيدي إليك. كان الحزن دائما ظاهرا في عيني، ولم أكن أحب الشكوى إلى أن قرأت عن الاستغفار، فقررت أن أحب نفسي وأن أستحق الابتسامة دائما والفرح اللذين وجدتهما في قربي من ربي. قلت في نفسي: لا شيء مستحيل على الله، الله عز وجل سيرزقني الصبر. وبدأت أستغفر كثيرا جدا وبنيات كثيرة، وبحكم أني حافظة لكتاب الله عز وجل بدأت أرى الآيات التي فيها الاستغفار وكيف أن الله يكافئنا، ووجدت أن الله عز وجل وعدنا بالسعادة في الاستغفار. حدثت مشكلات بيني وبين أصدقائي كنت أعدها شيئا سيئا لا أعرف ما سببها، وكان هذا بابا للفرج، لأن الله عز وجل أحبني فأبعدني عنهم. كنت أحدثهن عن أنه لابد أن نلبس ملابس مطابقة لشروط الحجاب، ولكني أجدهن لا يحببني في الحجاب. ابتعدت فترة إجازة نصف السنة عن الجميع، وقلت أصحح مساري وأفعل ما يريده الله مني، وليس من المهم أن أرى ما تريد نفسي. وأخيرا أخذت الخطوة الصحيحة وتخليت عن لبس البناطيل، وطبعا كانت هذه خطوة صعبة لأن كل ملابسي كانت هكذا. كل من يراني يفرح بي كثيرا إلا أصدقائي القريبين مني، ومن وجدتهم ينفرون من لبسي، ووقتها قررت الابتعاد عنهم. واظبت على الاستغفار كثيرا، وواظبت على قيام الليل، وداومت على ذلك إلى الآن، وهذه نعمة من الله عز وجل. سبحان الله، الآن كل من يراني يقول لي: ما شاء الله، وجهك كله نور. وانتهزت الفرصة مع القيام بالليل أن أكون من المستغفرين بالأسحار، رغم أني كنت أتكاسل أحيانا عن صلاة الفجر في وقتها، ولكن حاليا صرت أستيقظ وحدي قبل الفجر أنتظر الصلاة. أحببت نفسي وصرت أهتم بها وبدراستي، كل شيء أتمناه صار يحدث.
أشعر بسعادة خيالية لا أعرف ما سببها، سعادة لا أستطيع وصفها. لم تنتهي قصتي بعد، أنتظر معجزة من الله عز وجل، وعندي ثقة في الله أنها ستحدث، وأن يحقق الله لي حلمي الذي رأيته كأنه واقع، وسأعود وأحكيها لكم. ولكن أهم شيء الصبر والاستغفار والدعاء بقلب صادق. بسم الله الرحمن الرحيم، ربكم أعلم بما في نفوسكم. صدق الله العظيم. أرح قلبك، لا يضيع الله صدق النيات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله، انتهينا من تسجيل الحلقة 18. بإذن الله الحلقة القادمة هتكون الحلقة 19، هنبدأ عند صفحة 134. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.